السلام عليكم متابعي قناة دي ان اي تعليمية، اهلا وسهلا بكم. واليوم مع الفيديو السابع والنص العلمي السابع دائما في سلسلة جميع النصوص العلمية الخاصة بالعلوم الطبيعية للفصل الاول، وهذا للسنة الاولى ثانوي. النص العلمي كالتالي: في السؤال اكتب نصا علميا توضح فيه مختلف الآليات الحيوية التي تتم اثناء عملية التنفس عند البذر. نص علمي حول الآليات الحيوية التي تتم أثناء عملية التنفس عند البذرة. طبعا النص العلمي مقدمة عرض خاتمة. في المقدمة: التنفس ظاهرة حيوية تقوم بها معظم الكائنات الحية حيوانية ونباتية من أجل إنتاج الطاقة، والتي تستعمل في النمو والتركيب الحيوي. فما هي مختلف الآليات الحيوية التي تتم أثناء عملية التنفس عند البذرة؟ ما هي الآليات الحيوية التي تتم أثناء عملية التنفس عند البذر؟ في العرض: يسمح التنفس بهدم كلي لمادة الأيض غلوكوز الناتجة عن عملية تفكك النشا بالإماهة الإنزيمية، حيث يتم هدم وتأكسد الغلوكوز في وجود الأكسجين لإنتاج مواد معدنية، ثاني أكسيد الكربون والماء، وطاقة داخلية قابلة للاستعمال، وكذلك حرارة. تستعمل الطاقة الكيميائية في النمو والتركيب الحيوي كتصنيع بروتينات انطلاقا من أحماض أمينية بسيطة، نقل الجزيئات كالنسج الكامل، والتجديد الخلوي والأنشطة المختلفة وغيرها. في البداية تكون البذرة تحتوي على مواد عضوية معقدة، يتم تبسيطها بواسطة إنزيمات إلى مواد عضوية بسيطة، ثم تلك المواد العضوية البسيطة، بما أننا نتكلم هنا عن إنتاج الطاقة عن التنفس، فيتم هدمها هدما كليا، فتنتج عنها طاقة قابلة للاستعمال وحرارة، وكذلك مواد معدنية. هذه الطاقة تستعملها الرشيم في النمو والتركيب الحيوي كما ذكرت منذ قليل، ومختلف الأنشطة الأخرى. في الخاتمة تسمح عملية التنفس بتحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الغلوكوز إلى طاقة قابلة للاستعمال من طرف البذرة. وبهذا نكون أنهينا النص العلمي السابع. نلتقي في النص العلمي القادم إن شاء الله دائما من سلسلة النصوص العلمية الخاصة بالفصل الأول. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.